السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من عنوان الفيديو باين ان هو ملوش علاقة بالمحتوى التعليمي، لكن استنى لآخر الفيديو. الفيديو مهم جدا 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 لينا كأولياء أمور ولأولادنا. النهاردة كان الحكم في قضية نيرة أشرف، أسرع قضية تم الحكم فيها وإحالتها إلى المحكمة بسبب طبعا تأجج الرأي العام، والناس كلها متعاطفة بسبب الفعل البشع ده. طبعا ده صورة القاضي اللي حكم النهاردة. اسمع بس القاضي ده قبل ما يحكم بالحكم اللي حصل، وقال كلمة يعني تبكي القلوب قبل العيون، وتخلينا نهتم بأولادنا في المراحل الجاية من الصغر، نحاول نقرب منهم جدا جدا جدا. ده القاضي اللي حكم النهاردة، قال شوية كلمات يعني القاضي الأستاذ أو المستشار بهاء الميري. ده صورته تاني لان له كل الاحترام والتقدير. الكلمه في عارف ان الراي العام كله بيشوف القضيه، فوجه رساله مهمه جدا جدا جدا. تعالوا نسمع قال ايه. وجه القاضي بهاء الميري قبل تحويل اوراق قاتل النيره اشرف للمفتي رساله للاسره المصريه والمجتمع والمتهم، وجاء نصها كالتالي. كلمنا احنا والمجتمع ككل واولياء الامور والمتهم نفسه، كلمه في اخر الايه الجلسة. قال قبل النطق بما انتهت، هو قبل ما يقول الحكم قال كده، قبل النطق بما انتهت إليه المداولة، تقدم المحكمة بكلمة إلى المجتمع تراها في هذا المقام واجبة. هو قال أنا هقول كلمتين لازم يتحتم عليا المحكمة تقولها. اسمع بقى الكلمات. دنيا مقبلة بزخارفها وإنسان متكالب على مفاتنها، مادية سيطرت فاستلبت العقول وصار الإنسان آلة، يقين غاب وباطل بالزيف يحيا، وتفاهات بالجهر تتواتر، وبيت غاب لسبب أو لآخر، وبيت غاب لسبب أو لآخر، وبيت غاب لسبب أو لآخر، والمؤنسات الغاليات صرن في فواخير، ونفس تدثرت برداء حب زائف مكذوب، تأثرت بثقافة عصر اختلطت فيه المفاهيم، الرغبة صارت حبا والقتل لأجله انتصارا، والانتقام شجاعة والجرأة على قيم المجتمع وفحش القول، والعلاقات المحرمة تسمى حرية مكفولة، ومن هذا الرحم ولد جنينا مشوها وأصبح وقود الأمة حطبها، بات النشأ ضحية قدوة مشوهة وثقافات مسموعة ومرئية ومقروءة، هذا هو حالها، ومن فرط شيوعه واعتباره من قبل كثيرين كشفا لواقع زين لهم فرأوه حسنا، فكان جرم اليوم له نتاجا، أفتذهب نفسنا عليهم حسرات؟ إن هذا الخلل إن لم نأخذ على أيدي الموتورين ومروجيه استفحل ضرره وعز انتقاء شره واتسع الرتق على الراتق، ولكل ما تقدم تطلق المحكمة صيحة، يا كل فئات المجتمع لا بد من وقفة، يا كل من يقدر على فعل شيء هلموا، اعقدوا محكمة صلح كبرى بين قوى الإنسان المتباينة، لننمي فيه أجمل ما فيه، أعيد النشأ الملتوي إلى حظيرة إنسانية، أعيد النشأ الملتوي إلى حظيرة الإنسانية، علموهم أن الحب قرين السلام، قرين السكينة والأمان، لا يجتمع أبدا بالقتل وسفك الدماء، أن الحب ريح من الجنة وليس وهجا من الجحيم، لا تشوهوا القدوة في معناها فتنحل الأخلاق، عظموها تنهض الأمة، هكذا يكون التناول بالتربية، بالموعظة الحسنة، بالثقافة، بالفنون، بمنهج تكون الوسطية وسيلته، والتسامح صفته، والرشد غايته. وإلى الآباء والأمهات نقول
لا تضيعوا من تعولون، صاحبوهم، ناقشوهم، غوصوا في تفكيرهم، لا تتركوهم لأوهامهم، اغرسوا فيهم القيم. وإلى القاتل نقول، وإلى القاتل نقول: جئت بفعل خسيس هز أرضا طيبة أسرت لويس، أرهقت دما طاهرا بطعنات غدر جريئة، ذبحت الإنسانية كلها يوم أن ذبحت ضحية بريئة. إن مثلك كمثل نبت سام في أرض طيبة، كلما عاجله القطع قبل أن يمتد كان خيرا للناس وللأرض التي نبت فيها. ونعود إلى الدعوة بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، فقد اطمأن وجدان المحكمة تام الاطمئنان وبالإجماع إلى إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية. لذلك قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت للنطق بالحكم جلسة يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر يوليو لسنة 2022. طبعا كلمات مؤثرة جدا جدا جدا. الراجل عارف إن الرأي العام كله بيشوف المحاكمة دي، فزي ما نقول التربية والبيت، خلي بالكم من أولادكم، خلي بالكم من أولادكم، امنعوهم من الحاجات اللي هتشوه تفكيرهم وتشوه معتقداتهم وقيمهم، خليهم قريبين من ربنا، من القرآن الكريم، من الدين، منكم. ابعدوهم عن كل ما هو سيء، كل ما هو يأخذ بهم إلى مستنقع الأوهام، مستنقع الفكر. خذوا على أيديهم، غوصوا في أفكارهم، صاحبوهم، تحدثوا إليهم واسمعوا لهم. فوالله الموضوع جد خطير. ده راجل أو ولد كان بيقولوا إن هو متفوق دراسيا، معرفش إزاي، لكن انحلال الأخلاق، صحبة فاسدة، اعتقاد فكر معين، تطرف، وصل للمرحلة دي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم نيرة، ولا نملك إلا أن نقول: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا. ما فيش حد بعيد عن الفتنة، فالولد ده فتن، وزي ما شفنا قاتل في النار. فربنا يرحمنا ويرحمهم ويعني على تربية أبنائنا في زمن بقى صعب جدا 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 جدا. وآسف للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.